هلا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين وبخير. أنا صراحة المكياج يعني بدأت أخذه كده بجدية، وبإنه لأ أنا دايرة أخذ مكياج يكون كويس ويكون شكله حلو. بدأت السنة اللي فاتت 2020 صراحة، وفي حاجات كتير اكتشفتها في المكياج وفي أساسيات المكياج ما كنت عارفاها، يعني أو اكتشفتها جدا جدا متأخر، لكن غيرت من طريقة المكياج بتاعتي بصورة يعني فظيعة. فعلشان كده قلت معناها شنو أشاركها معاكم قبل ما أعمل الفيديو حق المكياج بتاعي اليومي. منكم كثير ممكن يكون أوردي بيعرفها وأوردي وحاليا بيستعملها، لكن بما إنه هي فرقت معاي أنا، فممكن في بنات تانين برضو يكون ما عندهم فكرة عنها أو أول مرة أو بيعرفوها لكن ما شايفين لها أهمية. فأنا حشاركها معكم وأقول لكم إنه لا دي مهمة جدا. فقبل ما أبدأ الفيديو وأوريكم المنتجات دي، ما تنسوا يا جماعة تعملوا لايك وشير للفيديو ده علشان غيركم يستفيد، وما تنسوا كمان تعملوا سبسكرايب لقناتي للناس الجديدة في القناة، وخلوني أبدأ وأوريكم المنتجات دي. أول منتج يا جماعة يعني فرق معاه المكياج اللي هو البرايمر. أنا بستعمل البرايمر ده من سماش بوكس. البرايمر ده مهم جدا قبل ما تخطي أي مكياج، لأنه بيثبت لك أول حاجة المكياج، وبعدين ده طبعا بتخطيه بعد الترطيب، يعني بعد ما ترطبي وشك تخطي من البرايمر، خاصة إنه لما تخطي فاونديشن أو لو بتستعملي بودرة. أنا كنت زمان لما كنت بستعمل البرايمر كنت بلاحظ انه بعد فتره بعد ما اخذت الفاونديشن بلاحظ انه الفاونديشن نفسه بدت تظهر كده فيه كده تكسرات كده، او بيكون كده لونه شاحب بعد فتره كده، يعني بعد مثلا كم ساعه، حتى لو الفاونديشن كان من يعني كويس شديد وماركته حلوه شديد، برضو من غير البرايمر بتلاحظ الحاجه دي بتحصل. فالبرايمر بيثبت لك الفاونديشن، بيثبت لك عموما المكياج كله، الفاونديشن، الكونسيلر تحت العين. فلازم تستعملي برايمر قبل ما تخطي الفاونديشن، البودره، او تستعملي اي حاجه في وشك، يعني تخطي اي مكياج في وشك. بدات انا استعمل البرايمر السنه اللي فاتت في 2020 ولاحظت فرق فظيع في المكياج بتاعي. تاني حاجه يا جماعه ممكن بجد تستغربوا منها، انه دي حاجه انا ما كنت بستعملها زمان، يا دوب بدات استعملها قريب، ده اللي هو فرش المكياج. البيوتي بلندر من زمان كنت بستعملها، لكن انا كنت بعتمد على البيوتي بلندر في كل حاجه تقريبا، يعني في الفاونديشن، في الكونسيلر، ده كله كنت بستعمله بالبيوتي بلندر. لكن بعد ما بدات استعمل الفرش يعني فرق الموضوع شديد في المنظر بتاع المكياج بتاعي. كنت بس من زمان بستعمل فرشه للبلاش او للبرونزر، عرفتوا اللي بخده في وشي، بس كنت بستعمل الفرشه دي. لكن بعد ما تابعت فيديوهات واكتشفت انه الفرش بتاعت المكياج مهمه شديد وبتعمل فرق، بدات استعمل فرشه للفاونديشن حقي. لو بتلاحظوا فرشه الفاونديشن كده بيكون شكلها دائما هسه طبعا هي مليانه فاونديشن. وتاني حاجه كمان الفرشه بتاعت البودره دي برضو مهمه شديد، دي اللي هو بتكون كده منظرها الفرشه بتاعت البودره. فديل الثلاثه فرش ديل صراحه اكثر فرش اساسيه انا بستعملها، اللي هو فرشه البودره، فرشه الفاونديشن، والفرشه حقت البرونزر او البلاش الاحمر الخدود اللي بتخته وبتوزع على الوش ده، او حتى لو بتستعملي كونتور. طبعا الكونتور ما قاعده استعمله كثير صراحه الا تكون في مناسبه، لكن دي برضو فرشه انا بس احيانا بستعملها للكونتور، بتنفع شديد لانه كده يعني الواحد ممكن يعملها للكونتور بتاعه. فدي حلوه شديد. البيوتي بلندر لحد هسه بستعملها للكونسيلر، وبستعملها كمان في اني اوزع البنانا باودر او البودره حق تثبيت المكياج، اللي هو بتكون البودره الشفافه دي ترانسلوسنت باودر. فانه يكون صراحه عندك فرش حقت مكياج مهم مهم جدا. الماركه اللي انا بستعملها للفرش اللي هي اسمها مورف او مورفي، حاجه من النوع ده. في طبعا ماركات كثيره يا جماعه ممكن اقولها غلط، فما تركزوا في الموضوع شديد. اما الفرشه دي اشتريتها كان من امازون، رخيصه شديد من سنين سنين سنين، ولحد هسه قاعده معاي وبستعملها، اكثر فرشه بحبها. لكن الفرش ما لازم تكون غاليه شديد، في نوع من الفرش بتكون غاليه، ما ضروري تكون غاليه شديد، المهم تكون الفرشه نفسها تكون قويه وكويسه وبتعمل الواجب اللي هي المفترض تعمله، اللي هو توزع المكياج كويس. ثالث حاجة بستعملها ودي بدأت استعملها قريب ده قبل كم شهر صراحة، قبل شهرين كده اشتريت الحاجة دي،
ضيعت عمري كله من غير ما تكون الحاجة دي عندي، واللي هي الليب لاينر. يا جماعة الليب لاينر العادي اللي هو محدد الشفاف، أنا كنت سنين بعمل مكياج من دون الليب لاينر. يب، والما عندها قلم تحديد للشفايف تمشي تجيبه هسه الآن. الليب لاينر اللي أنا بستعمله ده من ماك واسمه كورك، للناس اللي عندها نفس نوع نفس لون البشرة حقتي ده حلو شديد ولونه حلو. استعملي اللي هو قلم بتاع شفايف يكون نفس لون البشرة حقتك، علشان لما تحدديه حوالين شفايفك ما يكون كده ظاهر شديد أو ما يدي لون كده غريب. فما تستعملي اللون غامق شديد وما تستعملي اللون فاتح شديد، كده اللون بتاعه يعني اللون بتاعه قريب شديد من اللون بتاع البشرة حقتي. لما تحددي شفايفك بجد بيعمل كده زي كده نفخة بسيطة كده للشفايف، وبدي يعني تحديد حلو للشفايف بتاعتك، فبيطلع المكياج حقك مرتب أكتر ومنسق أكتر. صراحة أنا لاحظت الحاجة دي، وحتى أول ما بدأت أستعمل محدد الشفايف لاحظت تعليقات انه في حاجه متغيره في المكياج بتاعك، استعملتي شنو الليله مثلا في المكياج بتاعك ده مختلف. فكان دي كانت الفتره اللي بستعمل فيها قلم تحديد الشفايف، وصراحه it was a game changer للمكياج بتاعي. صراحة الرابع منتج معانا يا جماعه لليوم اللي هو الترانسلوسنت باودر او البودره حق تثبيت المكياج. حياتي من غيرها لا تسوى، واكتشفتها برضو متأخر، بدأت استعملها السنة اللي فاتت. دي العلبة الكبيرة لأنه قربت أخلص دي، اللي هو أنا بستعمل بستعملها أنا من لورا ميرسير على ما أعتقد اسمها. دي أكتر على ما أعتقد واحدة مشهورة أساساً، خاصة لما تخطي مثلاً كونسيلر وتخطي الفاونديشن بتاعك. ممكن بعد فترة كده تحس الفاونديشن أو الكونسيلر بدأ يتكسر، خاصة الكونسيلر بتحسي إنه كده بعد فترة بتحسي كده في مناطق فيه وبدأت تبقى لون أبيض كتير، أو حتى لما مثلاً تعرقي أو كده الكونسيلر بيبقى فيه مثلاً منطقة بتكون فيها كونسيلر منطقة ما فيها، فمنظره ما بيكون حلو. يلا الترانسلوسنت باودر دي بجد بتمنع الموضوع ده تماماً، وبتثبت الكونسيلر بتاعك لفترة طويلة، وحتى المناطق اللي بتكون فيها سواد أو لونها شوية أغمق من المناطق الثانية في وشك دي بتوحد اللون بتاعها، وإنه بتفتحها شوية علشان المكياج بتاعك كله يكون كده شكله ظابط ومنسق أكتر ومرتب وثابت. يعني الحاجة دي كلها في الترانسلوسنت باودر كنت بستعمل دي، فتقريبا خلصت فجبت منها الكبيرة لأنه صراحة ما حقدر أستغنى عنها أبدا، واستعمالها جدا سريع ويعني بتتخطى بسرعة، يعني حتى ما بتاخد وقت وما عايز لها مجهود. آخر منتج معانا لليوم يا جماعة اللي هو الميك اب سيتنج سبراي أو البخاخ تثبيت المكياج. انا بستعمل اول نايتر من اوربن ديكاي، وكده منظره برا العلبه طبعا ده الزايد عندي، اشتريت واحد زياده لانه ده قرب يخلص. فكده شكله اول نايتر سيتنج ميك اب سيتنج سبراي، يعني الكلمات غلبني اقول شنو. اخر طبعا خطوه بعد ما تخطي المكياج كله وتخلصي من المكياج بتستعملي البخاخ تثبيت المكياج. اول حاجه المكياج حقك بيثبت لفتره طويله، ده من الانواع الكويسه شديد. انت ممكن تستعملوا اي منتج بينفع معاكم او اي منتج موجود في البلد اللي انتوا فيها او بتحبوه او سعره كويس معاك، لكن دي خطوه مهمه جدا في المكياج لازم تعمليها. كنت زمان قبل ما استعمل المثبت حق المكياج صراحه بطلع اذا كان الجو يعني فيه رطوبه، اذا كان الجو حار او كده المكياج بيسيح، المنظر بيبقى كده صراحه بشع بشع شديد وابدا ابدا ما حلو. فاول ما بدات استعمل ميك اب سيتنج سبراي صراحه الموضوع ده غير وساعد كثير في انه يثبت المكياج لمده اطول بكثير. صراحه اذا ما بتستعملي ميك اب سيتنج سبراي لازم تبدي تستعمليه، لانه حيغير ليكي حيثبت لك المكياج لمده اطول.
طيب يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو، دي كل المنتجات اللي أنا حبيت أوريكم ليها، ومنتجات بجد بجد فادتني كتير، فقلت ليين برضو ما أفيدكم أنتو، وخاصة للبنات اللي برضو المكياج كده ما عندهم له حاجة كده كتير، لكن المنتجات دي أنا أفادتني وحبيتها، ومما بدأت أستعملها صراحة لاحظت فرق كبير في المكياج حقي، والمكياج بتاعي بقى أحلى، بقى منظم أكتر، بقى شكله أنظف أكتر. فإذا ما عندك المنتجات دي على الأقل حاولي إنك ما زي ما قلت ما لازم تستعملي نفس الماركة اللي أنا بستعملها، ممكن أنت تستعملي أي ماركة بتنفع معاكي أو ممكن تكون موجودة جنبك في محلات المكياج. فإن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه، ما تنسوا يا جماعة تعملوا لايك وشير، وما تنسوا كمان تعملوا سبسكرايب لقناتي للناس الجديدة علشان ما تفوتكم الفيديوهات اللي أنا بنزلها لكم انتو البنات. ده طبعا فيديو بتاع بنات بيننا احنا كده، فان شاء الله تكونوا حبيتوه، واشوفكم في الفيديو الجاي. باي.